بتقول في ظروف صعبة، في ظروف صعبة، بتقول الأعمال قليلة، أعمال قليلة، المكاسب نادرة نادرة، في بطالة في بطالة، قل ما شئت، ولكن هذه الآية تلغي كل هذه الأشياء. بأي ظرف، بأي وضع، بأي معطيات، بأي ضائقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعامل مع الله مباشرة، استقم على أمره، وارفع رأسك، وكن عزيزا، وقل يا رب أنت الذي قلت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.